بهدف إسناد المزارع والمواطن الفلسطيني على حد سواء. رعى اللواء كامل حميد محافظ بيت لحم حفل افتتاح مهرجان الأيام التسويقية للزيت والزيتون والمنتجات النسوية الذي أقيم في مدينة بيت جالة بتنظيم من جهات رسمية وفاعليات محلية. مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة حضرت المهرجان وأعدت التقرير التالي. افتتح محافظ مدينة بيت لحم اللواء كامل حميد الأيام التسويقية للزيت والزيتون والمنتجات النسوية وذلك في ساحة بلدية بيت جالة. نظمت هذه الفعالية بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة بيت لحم وبلدية بيت جالة ووزارة الزراعة، حيث أشار المحافظ كامل حميد بأن هذا المهرجان السنوي له أهمية كبيرة وجديدة بنفس الوقت والذي يحتوي على عدة أكشاك، وخصوصا في ظل الأوضاع الصحية بسبب جائحة كورونا التي تعيشها البلاد في الآونة الأخيرة، فهنالك الكثير من الأفكار والإبداعات والمنتجات مثل الزيت والزيتون والعسل والخزف والحفر على الخشب وغيرها، وهذا يعد خطوة رائعة في مساعدة العائلات ذي الدخل المحدود لتسويق المنتجات المختلفة في هذا السوق. هذا المعرض التسويقي هو من أجل يعني مزيد من التوعية ومزيد أيضا من إبراز الجوانب التسويقية الأخرى للزيت والزيتون والاستخدامات الجديدة، وإحنا اليوم شفنا في المعرض بالفعل في أشياء جديدة وفي أشياء أيضا يعني في تسهيلات كبيرة للنساء أو للجمعيات الخيرية، وهناك أيضا انتشار لفكرة المعرض ليس فقط على مستوى محافظة بيت لحم بل من محافظات أخرى، وهذا الدليل على أن هذا المعرض يكتسب سنويا يعني شهرة ومكانة ودور كبير، ولذلك نحن في هذا اليوم يعني نؤكد على أهمية شجر الزيتون الفلسطيني بقدسيتها ودورها سواء في تعزيز الصمود، في حماية الأرض، في الوضع الاقتصادي، في مواجهة الاحتلال، في إعطاء الأمل للشعب الفلسطيني. في كل الاحترام والتقدير لهذا المعرض والقائمين عليه بكل الشركاء، وإن شاء الله المعارض القادمة ستكون في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية بإذن الله. وفي كلمة للرئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم الدكتور سمير حزبون جاء فيها بأن هذا المهرجان لتعميق التعاون بين المؤسسات وتحفيز المستهلك على الإبداع، فوجود هذه المنتجات أيضاً لدعم النساء لترويج منتجاتهن، ويأتي التركيز والعنوان الرئيس على شجرة الزيتون وزيت الزيتون والتي تشتهر وتصنف مدينة بيت جالة بأفضل نوعية الزيت من حيث الجودة كونها منطقة مرتفعة. نحن في مدينة بيت جالة، هذه المدينة التاريخية التي تشتهر بأفخر وأفضل أنواع زيت الزيتون والزيتون في فلسطين، ليس فقط من حيث السعر إنما من حيث الجودة. يوجد في هذه المنطقة بقرية جنبها اسمها قرية الولجة أقدم شجرة زيتون في التاريخ، هذا يتمتع بأنه موقعه تربته طيبة، موقعه عالي عن مستوى سطح البحر، فبالتالي من هنا نحن نتحدث عن التخصصية في إنتاج الزيت والزيتون، وهذه ضمن سلسلة نقوم فيها كغرفة تجارية صناعية لتعزيز المنتوج الزراعي في هذه المحافظة، وننظم بالشراكة مع البلديات والمجالس المحلية ووزارة الزراعة كل النشاطات ذات العلاقة المطلوبة لتطوير الزراعة وتسويقها، ونحن نفتخر اليوم أننا في بيت جالة وسط هذه المدينة التاريخية العريقة.
اليوم في سوق الزيتون أو إنتاج الزيتون في بيت جالة. طبعا هاي الزيتون المباركة، الشجرة المباركة اللي تمد جذورها في فلسطين وفي الشرق الأوسط إلى آلاف السنين، وإحنا نحكي عن الكنعانيين، عن الفينيقيين، عن الرومان، عن البيزنطيين اللي كانوا يتجولون في بحر الأبيض المتوسط ونقلوا هذه الثمرة العزيزة علينا اليوم، لأن هي إنتاج وطني فلسطيني بامتياز، لأن من الزيتون نتغذى ومن زيته نشفى ومن شجره نتدفى وعلى أغصانه نعمل ما يحلو لنا في أعياد الميلاد من سوفينير للسياحة والتجارة والاستفادة من لأهل البيوت حتى تدعم الشعب الفلسطيني في معيشتهم. هذا النشاط يأتي بهدف تسليط الضوء على منتجات الزيتون والزيت التي تشتهر به مدينة بيت جالة خاصة ومحافظة بيت لحم، وأيضا تسليط الضوء على المنتج البيتي الفلسطيني من أعمال يدوية ونسوية في المجتمع المحلي لتشجيع ذلك وترويج له وتسويقه وتشجيع أيضا الحراك الاقتصادي في المدينة وفي المحافظة في ظل جائحة كورونا. وها هي شجرة الزيتون المباركة والتي ينتفع المواطن من زيتونها وزيتها وخشبها، ويأتي هذا المعرض والمهرجان التسويقي لتشجيع المستهلك على شراء المنتجات المتنوعة وخاصة النسوية في ظل الظروف السائدة بسبب جائحة كورونا. للنورسات مارلين الحدوة من ساحة مدينة بيت جالة.